مرحبا وأهلا بكم في النشرة الأسبوعية حول أخبار المسيحيين في الشرق. تقف قرية رماش المسيحية في جنوب لبنان على شفا كارثة إنسانية بسبب الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، ويصف كاهن رعية القديس جورجيوس المارونية الوضع المزري الذي يعيشه المدنيون منذ أيام. لقد بدأ الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في القرية ينفاد، في حين اضطرت العيادة الوحيدة إلى إغلاق أبوابها. في 7 من تشرين الأول عام 2024، الذكرى السنوية الأولى لهجمات حماس في إسرائيل، أقيم يوم عالمي للصلاة والصوم من أجل السلام دعا إليه البابا فرانسيس. وبهذه المناسبة دعت البطريركية اللاتينية في القدس إلى تحرك روحي عالمي، وقد جاءت هذه المبادرة في ظل استمرار أعمال العنف التي تهز منطقة الشرق الأوسط. في 3 من تشرين الأول احتفلت أبرشيتا الموصل وليون بمرور 10 سنوات على توأمتهما، وبهذه المناسبة أقيم حفل موسيقي في ليون مع أوركسترا كنارة القادمة من قرقوش، وقامت المجموعة بأداء مقطوعات من التراث العراقي المقدس في عرض يمزج بين الأغاني والتقاليد. هذا وتريد أوركسترا كنارة أن تعيد الرجاء لمسيحيي قرقوش الذين طبعهم عنف تنظيم الدولة الإسلامية.